اهلا بكم اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده الحقيقه هتكلم الحلقه بتاعتي هي عن الميك اب، وبس مش هنتكلم عن الميك اب. يعني الضيفه بتاعتنا النهارده ضيفه انا مش عارفه اتكلم اقول ايه، من غير ما اتكلم ومن غير ما اقول الناس كلها عارفه مين الضيفه اللي انا هتكلم. مهما قلت ومهما هقول عنها مش هقدر اوفيها حقها في الكلام. حابه اقول انه لكل مهنه موجوده في حياتنا صاحبها بيكون ليه مشوار وقصه نجاح وقصه كفاح. الحقيقه الضيفه دي علشان توصل للاسم الرنان اللي بيتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نجوم كتيرة جدا ومبدعين وفنانين في مجال الميك اب ومجال التجميل، هي ما وصلتش الاسم ده بسهولة، كافحت كتير. الاسم ده أخد منها مجهود، أخد منها تعب، أخد منها ضغط عصبي، ضغط نفسي عشان توصل لاسمها ده، واسمها ده ما تعملش من فراغ. الحقيقة الضيفة بتاعتي النهاردة ضيفة مميزة جدا جدا، مميزة جدا بالنسبة لي على وجه الخصوص، ومميزة جدا بالنسبة لكل البنات اللي من جيلها وفوق جيلها وتحت جيلها. الحقيقة عايزة أقول هي صورها طبعا معايا على الشاشة، ومن غير ما أذكر اسمها أكيد كل الناس عارفاها، وفي ناس كانت منتظراها من أكتر من أسبوع من ساعة ما أعلنت وقلت إن هي هتكون ضيفتنا النهاردة. الحقيقة أنا عايزة أتكلم وأقول إنه ضيفتي النهاردة هي قدوة لكل بنات مهنتها، قدوة لبنات كتير من بلدها وبنات خارج بلدها. الحقيقة أسماء عادل من أحسن خبيرات التجميل وميك اب الأرتستات اللي موجودة في مصر، وكمان اسمها بقى على الصدارة بالنسبة لميك اب أرتستات وخبيرات تجميل الوطن العربي. أسماء عادل ليها قصة نجاح طويلة جدا عشان توصل لأسماء عادل وتبقى أسماء عادل اليوتيوبر المعروفة واليوتيوبر المشهورة والميك اب ارتست الجامدة جدا. كلنا النهاردة هنتعرف على قصة نجاح أسماء عادل وإزاي أسماء عادل بقت أسماء عادل. انتظروني أعزائي المشاهدين، ما تروحوش في أي حتة، ونرحب مع بعض بضيفتنا الجميلة. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مع ضيفتنا الجميله، وعايزين كلنا نرحب بضيفتنا الجميله ونقول لها نورتي الشاشه، وانت فعلا نورت كل الشاشات. اهلا بيكي يا اسماء، نورتي الشاشه حبيبتي ونورتي البرنامج، ومش قادره اوصف لك قد ايه انا مبسوطه وسعيده انه بعد 5 شهور عذاب ومعاناه اخيرا لقيتي لي وقت ان انت تكوني معايا النهارده في حلقه البرنامج. تسلمي لي حبيبتي. اسماء، النهارده انا عايزه اتكلم معاكي بعيدا شويه عن الميك اب وعن المعلومات اللي احنا بنقولها عن الميك اب، لانه كتير بتطلعي في اليوتيوب ما شاء الله وفي برامج كتير اتكلمنا عن ده، بس في ناس كتير عايزه توصل لنفس سكتك، عايزه تسلك نفس الطريق، ناس كتير عايزه تبقى معروفه. فانا عايزه اسالك يا اسماء، ازاي سلكتي الطريق ده، وازاي ابتديتي مهنتك دي، بداتيها ازاي من الالف للياء؟ انا ابتديت في الاول خالص، يعني كنت صغيره اكتر مما اي حد يتخيل، كنت بنت عاديه، حتى براندات الميك اب ما كانش عندي بيها اي خلفيه. كنت بحاول اعرف اجيب اسامي الماركات واعرف ايه الحلو وايه الوحش، كنت بشتري واجرب واحاول، ما كنتش اصلا بشتغل خالص. بعد كده ابتديت طبعا اعمل ميك اب على لاصحابي، اصحابي قرايبي مش عارف ايه، ابتدت الناس بقى بعد كده تقول لي اسماء انت ليه ما تعمليش بيج على الفيسبوك، ليه ما تكونيش ميك اب ارتست. فبقيت بقول لهم يا جماعه لا، مش انا مش ميك اب ارتست، لان انا كنت هاويه. حتى ما اخدتش اي كورس او اي حاجه. يعني انت في الاساس يا اسماء ما كنتيش ميك اب ارتست؟ لا خالص، كل كنت الموضوع عادي. بدا معاكي بحبك للمنتجات، حبي للميك اب بس، ما فيش اي حاجه تانية غير كده. وبعد كده ابتديت بقى ماكيج اصحابي والموضوع انتشر، وبعدين قالوا لي ها ابتديت اتقاضى اول اجر ليا رمزي او حاجه زي كده، وابتديت اشتغل لعرايس كتير والبنات كتير، يعني حالتهم الماديه مش قد كده. دي اول حاجه كانت نقله معايا، ان انا فعلا كنت مش بيهمني الفلوس قد ما بيهمني اشتغل، تمام، اتدرب، انا عايزه عرايس حقيقيين.
فابتديت اشتغل اكتر من الموديل والكلام ده. انا تقريبا لحد النهارده تقريبا ما عملتش سيشنات في حياتي، اه انا فعلا عارفه شغلي ده. كله حقيقي. بس انت يعني اسماء، انت يعني شغلك كله بدا ان انت بتشتغلي، حتى مش في دماغك ان انت تكوني اسم لا او تبقي اسم كبير. خالص خالص، كل تمام. همي ان انا اشتغل. كنت بحب الميك اب جدا، انا حتى ما اعرفش يعني ايه سوشيال ميديا، اه تخيلي يعني. ياه. اه والله العظيم. وبعد شويه ابتديت بقى يعني اشوف ريفيوهات على اليوتيوب، وبعدين قلت انا نفسي اتكلم زي الناس دي، انا تمام ممكن ادي معلومات للبنات. تمام كان نفس هدفي زي ما اشتغلت للعرايس برضو، اني اعلم اه لوحدي كده من غير حتى ما اعرف ان في حاجه اسمها كورس او في حاجه اسمها تعليم ميك اب. وابتديت اعمل ريفيوهات واحده واحده لحد القبول بقى بتاع ربنا، لقيتني فعلا جالي فولورز كتير جدا والناس حبت الموضوع، وبقيت كل مره بحاول اطور نفسي اكتر من اللي قبلها لحد النهارده. طب يعني انت يا اسماء بتقولي ان انا بدات اشتغل مع العرايس وما كانش في دماغي ان انا اعمل اسم او اكون اسم. بالظبط اسماء يعني لما بتبقى في ميك اب ارتست ما بتبقاش ملمه بكل البراندات او ايه مشاكل البراندات او ايه الكويس فيها او ايه الوحش فيها. انت اخدتي وقت كبير او جدا اخدتي فتره جدا علشان تعرفي ايه كل طبعا. البراندات اللي كنت ممكن. بخاف اقول ان انا ميك اب ارتست، كنت اه باجي عند الكلمه دي وستوب، تمام لا انا ممكن اعمل لك ميك اب لكن ما تقوليش عليا ميك اب ارتست، مش مسميه نفسي بروفيشنال ومش عماله او لا. انا لسه، انا كنت عارفه حتى البنات كانوا بيقولوا لي اسماء انت قدامها تبقي كذا كذا كذا، اقول لهم اه قولوا انتوا، انا ما اقولش. فانا كنت واقفه عند حد معين، لان لازم يبقى ليكي عندك قدر من التعليم. تمام التعليم ده مش بتاع يومين ثلاثه ولا شهور، بتاع بتاع سنين. سنين تمام بالظبط. لو انا ما اشتغلتش على نفسي في السنين دي، عمري عمري في حياتي ما كنت هبقى في يعني في الوضع اللي انا فيه الحمد لله. طبعا انا كنت بذاكر مذاكره كاني بذاكر بالظبط تمام عشان انجح، بالظبط نفس الحاجه، اجيب واشتري واجرب واصرف فلوس من جيبي واعمل كل ده عشان بس اعمل تجارب ما بين البراند دي والبراند دي، ده حلو وده وحش، ايه اللي بيبقى على البشره مناسب ايه اللي لا. تعبت كتير، وكل الناس اللي حواليا عارفين يعني الكلام ده. أسماء، مدة مهنتك أو خبرتك كلها تحصريها في قد إيه؟ في كام سنة؟ يعني 8 سنين بالظبط، 8 سنين منهم بالظبط. 4 كاملين في التجربة، بتجربي. بجرب بس، بشتغل على نفسي بس. طب أسماء كنت عايزة أعرف النقلة اللي اتنقلتيها بقى من إن أنتي بتجربي وبتشتغلي على العرايس وإن أنتي بتشوفي البراندات وبقيتي هوب أحسن ميك اب ارتست بيدي كورسات والناس بتقعد تستنى كورساتك يعني الحمد لله. من وقت للتاني، عملتيها ازاي؟ عملت البالانس دي ازاي؟ بصي اول حاجه عملتها، وعلى فكره كل الميك اب ارتست اللي في مصر من بعد اللي انا عملته ده انا غيرتهم، يعني بمعنى اصح ايه اللي حصل، اني ما بقتش بمنع معلومه عن حد. تمام. يعني لو بنت بتسالني سؤال عادي بجاوبها بكل امانه زي اللي في الكورس بالظبط. انا شفتك بصراحة في بالظبط الموضوع ده. لو انا قاعده على اليوتيوب بعمل حلقه بشرح فيها زي الكورس بالظبط، ده اللي وصلني للبنات. هم اولا فهموا من الحلقه فحبوا ياخدوا التفاصيل في الكورسات، لان تمام طبعا انت عارفه ان في يعني حاجات كتير، انواع وانواع بشره وانواع بالظبط. اه كريمات اساس ومش عارف ايه، كل دي حاجات كتير قوي بتتاخد طبعا على ايام كبيره، بس انا كنت ما بمنعش اي معلومه عن حد. تمام عايزه اقول لك ان كنت تقريبا اول حد في وقتها ما يقولش دي سر المهنه، مش هقول لك، كنت لا اول في حد. كتير، في في كتير ناس كانت كده. بتقول لي كده، بتقول لي اسماء احنا سالنا ما بيقولولناش، مش عارف انت، انا مش مصدقه انك قلتي لي. وفي بنات النهارده انت حتى بتشوفي بعينيكي اه اشتغلوا من غير ما ياخدوا عندي كورس اصلا، اه من الحصص بتاعتي اللي من على اليوتيوب. الريفيوهات بتاعتك على بالظبط اليوتيوب. كده، انا نفس الحاجه انا نقلاها بالظبط. ما هو في حد عنده الامكانيه وحد ما عندوش، حد عايز ياخد التفصيله قويه وفي اه حد تاني يقدر يعني اساعده بمجرد اني اقول معلومات بسيطه او تبس بسيطه. ففي بنات مستوى ذكائها على طول، او هي محترفه او هي شغلها حلو بس ما عندهاش الامكانيه انها تحضر كورس، تحضر كورس فعلا. فبالظبط هي اتعلمت بقى ده من اليوتيوب على طول. طب اسماء كنت عايزه اقول لك على حاجه، انت لما بتيجي تدي كورس بيبقى شغلك التفكير في انه اللي بتيجي تاخد الكورس ده هي عايزه تتعلم منك علشان هيبقى ده مصدر رزقها، ولا علشان انت بتحطي مثلا في دماغك ان دي لا ممكن تيجي وتاخد كورس ودي ممكن بعد كده تنافسني وتبقى منافس؟ لا انا خالص، عايزه اسال بقى عن اسماء هنا، مش الميك اب ارتست، اسماء البني ادمه الانسانه، ده بتحطيه في دماغك او بيفرق طبعا معاكي؟ طبعا. اول حاجه الناس دي كلها ناس عايزه يعني تاكل عيش، فالناس اللي عايزه تشتغل بجد ده حاجه
والناس اللي عندها موهبه حاجه. حاجه انا بقول لهم الكلام ده اول يوم في الكورس، بقول لهم اللي جايه هنا ذا بزنس ولا هتكوني موهوبه انت بتحبي الميك اب وجايه تتعلمي مني تريكس او تاخدي تيبس مهمه ليكي. تمام. ده اللي بيفرق يعني، بيخليني اقيم البنت اللي قدامي. اللي عايزه تشتغل احنا ممكن نخليها تشتغل، اما اللي موهوبه دي انت سيبيها هي تبدع، اديها حطيها يحط لها بس رجلها على اول السلم خطوات بالظبط بسيطة. كده وسيبيها هي تبدع. اما البنات اللي بجد عايزين يشتغلوا لانهم فاتحين اماكن او حاجات زي كده، هقول لك على حاجه نسرين، مش كل الناس عندها اماكن مستواها كويس مستواها عالي ومش كل الناس مستواها كويس، وكل ولازم نساعد الناس، لازم نساعد الناس، مش هفضل حاطه نفسي في ليفل معين ومنزله ناس كتير لتحت. في حد عنده كوافيرات بسيطه في قرى في ارياف، انا بسافر لهم المحافظات اصلا ايوه، اديهم ما انا كورس، عارفه، انا عارفه انتي بتدي كورسات في المحافظات. لان البنت اصلا بتقول لي حلم حياتي بس تعلميني، وانا بقيت اروح لهم بقى يعني. ده بعد فتره كمان اسماء بقيت معانا اروح. اول اتصال هناخده، اوكي ومعانا اميره من القاهره. والو، الو، ايوه ممكن اكلمك استاذه اسماء؟ اتفضلي اهلا يا يا حبيبتي، اميره. معاكي يا استاذه اسماء. لو سمحت انا عايزه اخد كورس في الميك اب، بس انا ما عرفت اي حاجه عن الميك اب والكلام ده كله، بس انا حابه، تمام، بس فممكن ان انا اخد رقم حضرتك او ان انا اخد كورس عند حضرتك في الميك اب لو ما عنديش مانع؟ طبعا يا حبيبتي ما عنديش مانع، هيدولك اكيد في الكنترول. تمام يا حبيبتي، ممكن تتواصلي معانا بعد البرنامج وتاخدي رقم الاستاذه اسماء وتبقي تتفقي معاها في الكورس اللي انت عايزاه تاخديه. عليكي اي سؤال تاني يا اميره ولا خلاص؟ لا متفكرة جدا. ميرسي يا تمام حبيبتي، حبيبي. ميرسي، نورتينا. ايوه اسماء، بس فابتديت انا واحده واحده اعرف الناس الصغيره دول عايزين يعملوا ايه، حتى ابتديت افهم الثقافات. يعني ارياف بيحبوا المكياج عامل ازاي، بالظبط. بنات كلاسي شويه وفانسيات كده اعرف عايزين يعملوا الميك اب ازاي. بقيت حتى اعلم البنات في الكورس اقول لهم نحترم ذوق العميل، رغم ان احنا بنعلم الاساسيات الصح والغلط، بس ما ينفعش مثلا ان اقول لعبيله لا انا بفهم اكتر منك فانا هعمل لك اللي انا شايفاه. انا حتى بقيت اعلمهم ازاي يتعاملوا مع مع العملاء العملاء في العموم. بالظبط. دي اكتر حاجه اصلا بتنجح بنات الكورس بتاعي في الشغل. انا قلت لها حتى لو انا مدياك القواعد والاساسيات كلها صح، لما العميله تطلب منك حاجه حاولوا انتوا الاثنين تلتقوا في مكان معين، يا تقنعيها تقنعك، بس عمرك ما تقولي لي للعميله لا، فرحيها هي بالظبط جايه تفرح عندك. بالظبط. فالبنات فعلا لما مشيوا بالتكنيك ده يعني ربنا كرمهم الحمد لله. فهو الكورس مش مجرد كورس ومجرد احترافيه وان احنا نعمل كورسات لا، في حاجات طبعا انسانيات كده بتكون بينك وبين البنات، لو عرفتي توصلي للنقطه دي هي دي اللي بتفرق بتخش معاكي. قلوبهم بيها بالظبط عموما. هي دي بتفرق معاكي. أسماء، كنت عايزة أعرف إيه الصعوبات اللي واجهتك في حياتك، أو إيه أصعب موقف إنتي قابلتيه أو واجهتيه في حياتك في مهنتك؟ حاجات كتير، هو انا مش هقول لك موقف واحد، حاجات كتير، حاجات زي اني لما كل ما بنجح كل ما بيكون في اعداء، دي مثلا حاجه دي معروفة، معروفه الشجرة المثمرة مش عارفة مثلا. بيزقلوها بالطوب ولا مش الحمد عارفة لله، بس بيرموها بإيه عارفه يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنب الواحد مهما كان، مهما كان انتي ماشيه تمام كده. فطبعا انا عمري في حياتي ما وقفت في طريق حد، اما تلاقي الناس بتقف في طريقك تزعلي قلبك يوجعك، انا تحزني. تعبت انا ما وقفتش عمري لحد. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا كانت المكياج الاوريجينال ان احنا نجيبه من بره مصر، ما عندناش هنا كل البراندات، عندنا الحمد لله حبه حاجات حلوين بس ما كانش عندنا كل حاجه. ابتدوا بقى يطلعوا السيلر والناس اللي بتبيع الميك اب والناس التراستد، دول بقوا يحولوا لنا بقى الايه الميك اب بقى، المنتجات فابتدوا الميك اب. يسهلوا علينا الموضوع. خلاص ادي تاني صعوبة. تمام. تالت صعوبة كانت في اليوتيوب، هو التحدي الاكبر بالنسبة لي وهو هدفي. هناخد اتصال ونرجع نكمل على الصعوبة الثالثة. اوكي ومعانا ام ياسين من سوهاج. والو، الو، السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام، الو، معاكي يا فندم، اتفضلي. حضرتك انا بحبك قوي وبحب الاستاذة اسماء معاكي، ربنا يخليك. وبحبكم جوه والله العظيم، انا من سوهاج من اصل من الصعيد. واحنا تسلمي بنحبك احنا كمان، واستاذه اسماء بتحب كل الناس وانا بحب كل الناس. والله انت زي القمر، يعني باينين عشان زي القمر والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت اللي قمر يا حبيبتي، ربنا يخليكي. معلش انا كنت بس عايزه رقم الاستاذه اسماء عشان اعرف انواع الميك اب وكده. حاضر، بعد الهوا اتصلي بينا واحنا هنديكي ونخليكي تتواصلي مع استاذه اسماء. شكرا لك يا ام ياسين.
شفتي الناس بتحبنا والناس الحمد الحمد لله. لله، هو الحمد دي لله. اهم حاجه. يعني انا دايما بيفرق معايا، ما يفرقش معايا مين يتكلم عني يقول مين، انا صح، يهمني الناس الناس بتحبني. بالظبط. وصدقيني ساعات لما انت ممكن بتقفي في موقف او بتتضايقي او بيحصل لك ازمه، بتبصي تلاقي ناس انت ما تعرفيهاش لله في لله كده بيقفوا معاكي. واقفه في ظهرك صح جدا وبتحبك. فعلا. قبل ما نكمل الكلام هناخد صفي من القاهره. والو، الو، ايوه ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام، منوره الدنيا بنورك يا حبيبتي، زي القمر. الله اكبر عليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي انا يا رب. صافي. صافي، ايوه يا صافي، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه؟ كان نفسك تشوفي اسماء، اهي اسماء منوره معانا، الدنيا، انسانه محترمه جدا. الله يخليكي يا حبيبتي، واسماء معانا اهي برضو، كان نفسك تشوفي، انت قلتي لي كتير نفسي منورين اشوفها وهي الدنيا، معانا على الهوا اهي. منورين الدنيا. بنورك، نورك يا حبيبه ربنا قلبي، يوفقكم يا رب. ربنا اللهم يخليك امين. يا صافي، تسلمي لي يا بالتوفيق قلبي، والنجاح يا رب. ربنا يخليك يا تسلمي. حبيبتي، ميرسي. نكمل بقى، كنا وقفنا عند الصعوبه الثالثه وهي اليوتيوب اليوتيوب. بالظبط. اليوتيوب ده عباره بقى عن، المفروض يبقى مهنه. انت مالكيش نصيب تقولي المعلومه ايه؟ الثالثه من اوكي التليفونات. اوكي معانا عبير من القاهره. والو، الو، مع حضرتك يا فندم. الو، ايوه، ايوه، مبروك يا اسماء يا حبيبه خالته. الله يبارك لك، دي خالته. اهلا، يا سلام. احلى اهلا بيك خالته، حبيبتي. احلى خالته على حبيبتي الهواء. ربنا يخليك يا خالته. حبيبتي يا مؤ، ربنا ينجحك يا رب، من نجاح لنجاح يا حبيبتي. اللهم امين يا رب. تسلمي لي يا خالته. ميرسي يا حبيبتي، حبيبتي ربنا يخليكي لينا. حبيبتي ربنا يخليك. تسلمي يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. انتوا عيلة كلكم كده، مبروك يا مؤ. الله يبارك فيكي يا حبيبي. بيحبوا دول اصلا اكتر ناس وقفت معايا، هم دول هم اللي اهلي بيشجعوا الاهل. اللي كانوا بيسيبوا لي وشهم. اسماء اتدربي، يلا يلا. قبل ما الاتصالات بقى تشتغل عايزين اوكي. نشوف الصعوبة الثالثة بتاعت اليوتيوب دي. الصعوبة التالتة بتاعت اليوتيوب، اليوتيوب اصلا المفروض ان هو مهنة لوحده. انا بشتغل ميك اب ارتست يوتيوبر، يوتيوبر. الاتنين دي اصعب حاجة واجهتني. يعني انا بيجي لي ايام من كتر الشغل العرايس، انت بتتوقفي عن اليوتيوب بشهور، ما تمام، بتقدريش تشتغلي حلقات. الفيديو بينزل بيتمنتج وبيتعمل له اعداد وبياخد مني ايام عشان ينزل على اليوتيوب، واللي هو 10 دقايق اصلا في الاخر. فطبعا كان، عارفة لما يبقى حلمك ده حلمك انت عايزة توصلي له، وبعدين شغلك اخدك من الحلم ده. فانا لحد النهارده انا يعني عايزه اقول لك، بنحت في الصخره عشان احافظ على مكانتي في اليوتيوب. تمام. فاليوتيوب طبعا بيحتاج كاميرات واضاءه وتصوير ومكان كامل عشان دنيا تصوري تانية فيه. لوحدها. بالظبط كده. تمام. فهو دي اصعب حاجه، ان انا ميك اب ارتست يوتيوبر. ويوتيوبر. بالظبط. اسماء معانا تليفون ومداخله اوكي. تانية، ومعانا بسنت من القاهره. والو، الو، الو، ايوه. يمكن اكلم اسماء عادل؟ ما انا اهو. كلميها حبيبتي، بس ممكن توطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. طيب تمام. معاكي يا اسماء، اتفضلي. ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ ازيك يا جميل، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي قوي حبيبتي. وانا كمان، تسلمي يا رب. ايه، ممكن اطلب منك سلام؟ طبعا. انا معايا كورس ميك اب. معاكي ممكن تعلي صوتك شويه؟ معايا كورس ميك اب وعايزه اشتغل مع حضرتك. عايزه اصلا تشتغلي معايا؟ تشتغل معاكي. هو انا معايا مساعدين من غير حاجه، بس برضو سيبي تليفونك وان شاء الله اول ما نحتاج بنت هكلمك، لا تقلقي. ماشي يا جميل، ميرسي ليكي يا بسنت. نرجع نكمل الكلام، الصعوبات وان انت في اليوتيوب دي دنيا تانية خالص بالظبط، وبتاخد منك وقت طبعا. طب اسماء، انا كنت بس عايزه بقى اقول لك حاجه. يعني انا مثلا الفترات اللي فاتت كانوا بيخشوا معايا ميك اب ارتستات عربيات سعوديات كتير، وكنت بعرض الشغل بتاعهم على التلفزيون. الحقيقه اللي انا لاحظته انه في منهم كتيره جدا ما بياخدوش، مش واخدين كورسات ولا متعلمين حتى في كورس ولا حاجه، بس بلاقي جاب كبيره بين الشغل بتاعهم وبين البنات اللي عندنا في مصر اللي بياخدوا كورسات عند ميك اب ارتستات كتيره جدا، بغض النظر بقى عن الناس بتوعك انتي، دول ليهم سكه تانية، بس بيبقى في اسامي كبيره جدا بتدي كورسات، بس في نفس الوقت على قد ما هم بياخدوا الكورسات وعندهم مواهب، مش نفس المستوى المستوى بتاع الخليج.
قولي لي بقى ده سببه ايه؟ مش موضوع نفس المستوى. هو اولا في حاجه اسمها ناس حريفه مكياج، هم اصلا عندهم حرفه الميك اب شيء اساسي، يعني حتى الخلايجه لما تشوفيهم الصبح كل يوم يلا نحط ميك اب يوميا كل ساعه. احنا عندنا المكياج ليه تاريخ ونظريه المناسبات، ليه وقت، يعني ليه وقت مش طول الوقت، مش طول الوقت. هم عندهم الميك اب شيء اساسي صبح حكايتك وليل. معايا ايه في الاتصالات؟ مش عارفين نتكلم على قصه انت اللي نجاحك فتحتي الاتصال. والاتصالات. طيب معانا ناديه من اسكندريه. والو، الو، ايوه ندى من اسكندريه. والو، ايوه معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. معايا اسماء عادل. ايوه معاكي يا اسماء أيوة عادل، حبيبتي. اتفضلي. طب انا عروسه. مبروك يا ندى. الله يبارك فيكي. نادي وعايزه ناديه، اتعلم شويه عن الميك اب وكده. تمام. هو انت يا ناديه المفروض لو تابعتي قناتي بس على اليوتيوب هتلاقي حاجات كتير للعرايس اصلا انا عاملاها. طب انا عايزه رقمك الشخصي بعد اذنك. حاضر يا حبيبي، هيدهولك في الكنترول. ماشي، ميرسي يا ناديه، متشكرين ليكي، وهتواصلي مع الكنترول هيبدوكي رقم استاذه اسماء. لا انا كنت حطيت رقم ينسى. ده انت مش هتبصي تلاقيهم واقفينك عند البيت. كنا بنتكلم على انه مستوى البنات المصريات هنا مهما بياخدوا كورسات مش نفس مستوى البنات الخليج او البنات عشان العربيه. النظريه لا، هم في طبعا ناس نفس المستوى وافضل كمان بالنسبه لي. وبالنسبه لي انا فرد، في خلايجه كتير بيحطوا الميك اب بالنسبه لي مش قوي، مش قوي بالظبط كده. لكن احنا عندنا اسامي وصلت وعدت كمان ما شاء لا الله. لا يا اسماء، انا بتكلم في بس نقطه، لو بتتكلمي مش في نقطه الاسامي الكبيره، في نقطه انه بنات عاديين جدا ما خدوش ما هو كورسات، ما علشان خدوش، مختلفين في شغلهم زي ما عن قلت اللي لك بياخدوا كورسات. زي ما قلت لك، فرق ان انا الميك اب جزء من يومي، وفرق ان الميك اب ده في المناسبات بس. طب انا سالت سؤال قبل كده، الخبيره معايا كانت هنا برضو من السعوديه اسمها ناديه، وسالتها سؤال ايه الماسوره اللي اتفتحت عندنا في مصر وفي الميك كل اب الدنيا، ارتست، الميك اب ارتست وخبيره التجميل. عايزه اسمع بقى منك انت وجهه نظرك في الموضوع ده. انت صح في حته ان خبيره التجميل ليها اكتر من اوبشن، مش زي الميك اب ارتست. الميك اب ارتست دي يعني فنان ميك اب، هو مسؤول عن تغيير الملامح او تظبيطها مش اكتر ولا اقل. اما خبيره التجميل زي ما انت قلتي قبل كده بتخش ان ممكن تبقى هي دكتور اصلا، يعني ممكن تبقى دكتوره وللبشره او بتعمل الحاجات للسكين او نطوياج او كده، فهي كده بقت خبيره تجميل لانها ملمه بكل حاجه عن التجميل. زي مين؟ زي الناس اللي عندها بيوتي سنترز اللي هي مسؤوله عن كل حاجه، وهي فعلا شاطره في كل الحاجات دي، فتلقب بخبيره التجميل. تمام. مع العلم ان هو المفهوم بس في الكلمه، مش موضوع ان انا بلقب نفسي لقب مش بتاعي. لا، هو انا مثلا الناس بتعمل لي دعايه مموله يكتبوا خبيره التجميل اسماء عادي، هو مش فاهم. مش فاهم بس. اسماء ليكي معانا صور كتير لشغلك هتتعرض دلوقتي على الشاشه، وعايزه اسالك حاجه مهمه جدا. عندنا هنا في مصر معظم الميك اب ارتستات بيبقى عندهم مشكلة في ميك اب البشرة السمراء. تمام. قبل كده برضو انا عرضت في شغلي ناس بتعمل شغل البشرة السمراء، بس انتي من الناس المميزة جدا في ميك اب البشرة السمراء. قولي لي بقى احنا ايه مشكلتنا مع البشرة السمراء، وليه بنواجه المشكلة دي في معظم الميك اب ارتستات؟ عشان ثقافتنا ان احنا بنحب البنات الفاتحة. تمام. فهي دي المشكلة، ان البنت السمراء عايزة تبقى فاتحة، هي مش مقتنعة ان شكلها جميل. هو ده اللي انا بحاول اوصله دايما. انا حد ما سافرت اسوان ادي كورس، فضلت اعلم صور البنات. شغلك معروضة معانا على فكرة على الشاشة. دي البنات السمراء، بشرة سمراء اهي. فقعدت اقنعهم يا جماعه احنا ممكن نخليكي حلوه ونفتحك درجتين للون الفستان، بس ما تبقيش بيضه، انت سمارك تحفه. وده اللي انا بحاول اوصله بصراحه في الكورسات بتاعتي، اني اجيب البنت السمراء اخليها على نفس شكلها، يعني على نفس الشكل بالظبط كده. فالبنات السمراء في العموم لو يحبوا هم نفسهم كل البنات هتبقى شاطره في مكياج البشره السمراء. احنا عندنا مثلا الفاونديشن الغامق ما بيتباعش، ما حدش بيشتريه بالظبط، كله عايز فاتح، مع انه معظم على فكره كتير دلوقتي بنات قوي بقت بشرتهم حنطيه او البشره السمراء دي بالظبط. فمشكله احنا دي الموديل عند السمراء عندنا اغلى من الموديل العاديه الأبقية. علشان بشرتها، لان بشرتها سمراء وبنجيبها من اماكن بقى زي النوبه وكده البنت، وبرضه عندنا بنات سودانيات وكده. الصور دي معظمها من الكورسات بتاعتك، وبرضو احنا في عرايس على فكره معانا. أيوة، انت عامله لهم ناس حقيقيين، يعني مش بس عشان ما يبقاش مش بس موديل. ايوه مش بس موديل. ايوه، فانت شغلك طبعا ممتاز يا اسماء وجميل اسمي جدا، وكل الناس بتحب شغلك سواء كان شغل على عرايس او شغل كورسات. هسألك بقى سؤال تاني، وعايزه اسألك في حاجه مهمه. انت يوتيوبر
ما شاء الله مشهورة ومعروفة وبيجيلك براندات كتير وبتستخدمي براندات طبعا. كتير. الحقيقة كنت انت عارفة ان احنا صحاب وانا ايوه بحبك جدا لدرجة انا من حبي فيك انت عارفة. انا لسه كنت هسألك سؤال، هل صادفك في يوم حد جه اخد كورس مخصوص لمجرد انه يقعد لا يتفرج عليكي؟ لا ابدا بصي، هو غيري. صادفني هو حصلت مره بس ما كانتش هنا، كانت في اسكندريه برضو نفس الموضوع، بنت بس عايزه اشوفك فجت حجزت معايا كورس عشان تشوفني، تشوفك فكرتني هي بيكي بقى في بيكي. الوقت انا ده من لان انتي حبي الاول فيكي بقيت انا اقول انا لا انا عايزه بس اروح اقعد، وحتى فاكره البنات اللي كانوا قلتيلي معانا في كده اصلا. الكورس بيقولوا انت جايه الكورس كده تهزري او ايوه بس. انا برضو على قد ما انا عندي كان معلومات عن الميك اب عن الميك وكده، اب بس انا استفدت منك حاجات استفدت كتير. طبعا. وانا طبيعتي من النوع اللي بحب دايما، كنت اقول لك ايه، قف للمعلم وفيه التبجيلة كده، المعلم ان يكون ربنا رسوله، يكرمك وانا يا مجرد سيدي، ان جيت تسلمي يا رب عندك اعتبرتك معلم حبيبتي، بالنسبه لي. تسلمي يا رب. معانا ندى من القاهره ونقول الو. الو الو الو، معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. ايوه ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم اسماء عادل؟ معاكي يا ايوه اسماء. اتفضلي. ازيك يا اسماء؟ ازيك انا يا حبيبتي؟ مبسوطه جدا 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 اني شايفاك، انا بعشقك. تسلميلي، ربنا يحفظك يا رب. وانا انا بعشقك. الحمد لله بدأت شغلي، وطبعا ده بفضلك طبعا. الحمد بدأت لله، بفضل اشتغل الله اولا يا حبيبتي. وباذن الله اشوفك في كورس المنصوره باذن الله. انا حاسه ان ده حدث تاريخي ان انا اشوفك في كورس المنصوره. ايوه صح، الكورس ده قالب الدنيا الحمد لله. ان شاء الله اشوفكم هناك ويكون كورس موفق يا رب. الله يخليك. ميرسي يا حبيبتي، متشكرين ليكي، شكرا على اتصالك. نرجع بقى لقصة البراندات، وكنت بقول انه انتي في شركات كتير عندها براندات فبتجيب لك المنتجات دي وانتي بتجربيها. الاول بس انا عايزة اقول معلومة يمكن انا عارفاها، اكتر حد عارف المعلومة دي ومش عارفة انتي هتتفاجئي بيها قول على الهوا. انا سايباك. انه انا في العموم وبتكلم عن ثقة بقول انه اسماء عادل عمرها ما تقاضت يعني قرش ولا مليم على اي منتج بتعمل عنه من ريفيو. الميك اب بالذات. تمام. يعني لانه انا يعني في ناس كانت بتكلمني انا شخصيا فبتقول لي اسماء ابدا انا بتاخد قعدت، فلوس على ده لا فانا بقول انت لهم عارفه انا اطلاقا. حاولت فتره اني اخد فلوس، يعني ده شغل انا بسهر عليه ليالي وافضل اجربه، ودي بشرتي وده مجهودي، فمن حقي اني اتقاضى اجر طالما هعمل لك دعايه، ومن لان اللي حقك بعمله فعلا. دعايه ده انا ادخله رزق، تمام. فالمفروض يكون ليا حق. فكرت فيها يا نسرين، مش هقول لك لا، وابتديت فعلا اقول للناس يا جماعه انا هاخد سالري على بس الشغل لغاية اللحظة بتاعي. اللي احنا فيها دي ما لا حصلش. بصي بقى ايه اللي حصل، ابتديت استخدم الميك اب وعايزه اتكلم بصراحه، مش عايزه حد يوقفني يقول لي انت بتعملي دعايه فانت تقولي وما تقوليش، ايوه لا هنا بقى استوب، رحت راجعه في كلامي، لا انا عايزه اقول واقول ايه الحلو وايه الوحش تمام. زي ما من الاول انا الناس دي هي اللي ساعدتني لما اديتهم من الامانه، فعمري في حياتي ما هطلع ما اصلا حتى هتغشيهم، مش بالظبط، هتغشيهم. حتى مش بس هتقولي المنتج وحش، انت ممكن ما تتكلميش عنه خالص بس ما بقاش شكرت فيه، تمام. فاهمه قصدي؟ فابتديت عند النقطه دي بالذات لا اخلي بالي. طب ما في المقابل ان احنا عندنا ممكن يحصل خلافات او مشاكل فتقول لا دي متقاضيه اجر فالمفروض تشكر في ماركتي، لا ستوب ستوب مش هعمل كده. تمام. ولحد حتى انت النهارده اثناء عملتيها مفيش معايا، فاكره مره اول ما جبت لك بالظبط، البراندات حتى انت مجرباني دخلتي قلتي لي نسرين لو في حاجه وحشه في المنتج هقول، لقيتيني هقول بقول لك قولي. بالظبط. على فكره شركات كبيره وليها اسم بتقول لي قولي تمام، اسماء لو في حاجه وحشه ما ترميهاش، لا قولي قولي عليها، قولي عليها بالظبط، لان دي حاجه اصلا بتنفع الشركه ان هي تحسن من المنتج بتاعها بعد كده، بتطور من نفسها بعد كده. فموضوع الاعلانات بالنسبه لي هو مش اعلانات، هو حرفتي اللي انا بحبها اني اجرب المنتج واطلع اتكلم عليه، انصح البنات ده سعره كذا وده سعره كذا وبيتباع عند كذا، لاني اول ما ابتديت ما كنتش عارفه اشتري قلم كحل ماركه، ما كنتش عارفه الاسامي، ما كنتش لاقي حد يساعدني. بس انت انا حلفت وخدتها عهد بيني وبين نفسي اني لما اطلع ولو فعلا اتعرفت انا هساعد كل الناس كلنا، انهم يقدروا يوصلوا وانا بسهوله عارفه ان انت للمعلومات. بتعملي كده يا اسماء، تسلمي يا وعلشان كده اتصالاتك ومداخلتك النهارده من كل المحافظات. ومعانا ام تسلمي يا ايمن من نسرين. اسوان، والو. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. اهلا استاذ اسماء، منوره الشاشه. حبيبتي تسلمي. مبروك مبروك ان شاء الله بزياده يا رب. الله يبارك فيك يا ربنا رب، يخليك الله يا يبارك حبيبتي فيك. تسلمي. احنا معانا عروسه استاذه اسماء ومحتاجين رقم حضرتك. حاضر، الف مبروك، خدوه بقى هيدوا لكم الرقم. نعم هيديكوا الرقم. سيبي رقمك يا ام ايمن عند الكنترول بره، وهي اول ما تخلص استاذه اسماء انا هتاخد هتواصل الرقم معاكي. وتتواصل معاكي. اوكي
كنترول يا ريت تاخدوا رقم ام ايمن علشان العروسه، وبعد ما نخلص تدوا الاستاذه اسماء. ايه رايك بقى؟ كنا بنتكلم على المنتجات والبراندات. طب بصي يا اسماء، طبعا انا كنت عصرت حاجات كتير على السوشيال ميديا والفيس، ويمكن معاكي برضو. تمام. عايزه اسالك عن حاجه مهمه، في ممكن براند اول ما تجيبيه للوهله الاولى وتستخدميه يكون كويس، بالظبط. بعد تاني استخدام او تالت استخدام وممكن تشكري فيه من اول وهله وتقولي لا البراند ده كويس، بعد تاني او تالت استخدام تكتشفي ان البراند ده سيء، او بعد ده بيبقى ساعتين سببه ايه؟ او بعد ساعتين بس من وجوده على وشك. تمام. هو سببه عادي، ان ما فيش حد، ما ينفعش ادي حكم وانا بحط الفاونديشن اقول تمام. الله ده تحفه، انت خرجتي بيه قعدتي بيه كذا عدد ساعات معين، عرفتي بيتاقلم مع بشرتك ولا لا، بيزيد فين، بيخطط فين. هو ده الفرق بين لما حد يكون بس فاهم يعني ايه اجرب وحد لا. انا ساعات اجيب الفاونديشن احطه على بشرتي، افضل ابص في المرايه كتير واقول اوكي كويس، ده اللي اسمه الانطباع الاول عن تمام. اي ماركه في الدنيا يعني، مش بس ده. وبعدين اقول للبنات ايه شكله حلو، استنوا بقى لما اديكوا ريفيو. انا ما قلتش على الريفيو، هو شكله كويس كل حاجه كويس، لا قطع ولا باظ ولا اي حاجه، ثواني بقى اديكوا الريفيو لما اخرج تخرجي بيه بالفاونديشن. دي وترجعي. اهم حاجه انك تخرجي بيه، احنا جايبينه ليه؟ عشان نقعد بيه في البيت بس. فهي بس التجربة لازم تكون كاملة أو ملمة بالموضوع كده. وكده برضو البنات في العموم لازم ياخدوا نصيحة. ناخد النصيحة من مين؟ بالظبط. ناخد النصيحة من حد اشتغل بإيده على حد تاني، مش حد بيجرب على نفسه هو بس. يعني أنا مثلا بجيب كريم أساس مناسب لبشرتي أنا وبحطه أنا، فطلعت قلت للناس ده كويس، انتي دي بشرتك انتي، تمام. مش بشرة الناس دي، مش بشرة البنات كلها. فأنا اللي أعرف الحد اللي يعرف مين الميك اب ارتست اللي بتشتغل على البنات بالظبط. دي، تقول لك أنا عارفة إيه هي البشرة الدهنية وإيه هي البشرة الجافة، البشرة المختلطة، لأن هي ناس كتير عدوا عليها فحفظت خلاص كريمات الأساس، لدرجة دلوقتي إن أنا ممكن لا أبصش في الماركة ولا الدرجة، خلاص أنا بحط إيدي كده أخد خلاص عرفت إيه الفاونديشن اللي أنا أستخدمه. طيب واقع الكومنت الأساسي اللي أنت بتقوليه ده علشان بشرتك يا أسماء، ولا بتبقي كمان جربتيه على بشرات تانية؟ بشرات تانية أصلا لازم، أهم حاجة. المهم إن هو لما بيوصلني كريفيو هو بيقول لي استخدام شخصي ولا ينفع يدخل يبقى بروفيشنال. هو نفسه يعني أصحاب الشركات بيبقوا عايزين يعرفوا المنتج بتاعهم ده هيمشي للارتست ولا للشخصي، فانا بستخدمه على اساس ثباته وجودته. بقول للبنات مش شرط يكون غالي ومش شرط يكون رخيص، بس المهم الثبات والجوده بتاعته عامله ازاي. تمام. بس اسماء، ايه هي النصيحه او الخطوات الاساسيه اللي ممكن تقوليها لكل بنت بتحبك، بالذات اللي بتحبك او واخداكي قدوه، انها طبعا ما فيش حد بيمشي نفس السكه طبعا والطريق، لان كل واحد ظروفه مختلفه عن طبعا التاني وحياته مختلفه عن التاني، بس ازاي تقولي خطوات ثابته للبنات انه حتى لو مش هيبقى اسم كبير بس تحقق نجاح في المجال ده. بالظبط. قبل بس ما نتكلم هناخد اوكي هند من سوهاج ماشي. ونرجع نكمل. ومعانا هند من سوهاج. والو الو الو عايزه ازاي ابيض وجه بشرتي؟ شفت، معلش ممكن عايزه بس تفتح بشرتي. عايزه تفتحي بشرتك؟ الو ايوه. انت من يعني سوهاج بشرتك سمره مثلا او قمحاويه وعايزه من تفتحيها؟ سوهاج. طيب اسمعي استاذه اسماء هترد عليكي هتقول لك ايه. اوكي، هي مفيش حاجه اسمها تفتيح للبشره لو انا سمراء، لكن لو انا اكتسبت تصبغ من الشمس، يعني انا رحت مصيف اغمقيت من مشاوير الجامعه في الوقت ده، بس اقدر ارجع لوني الاصلي بالكريمات والتقشير والعنايه بحاجات كتير عادي، كله بيرجع لون البشره تاني. لكن انا اصلا سمراء، سمراء، انا اتولدت سمراء، الجين بتاعي انا بنت سمراء، افتح نفسي مفيش الكلام ده نهائي. هي مفيش تقريبا تقصد لجلسات. ازاي تفتح نفسها بالميك اب؟ لا بالميك اب اصلها لو سمراء هتفتح نفسها ازاي بقى؟ لا هي قالت خلطه لتبييض البشره. انا قالت سمعت. انا ما سمعتش والله، صوتها كان واطي. فدي دي حاجه تانية خالص خالص عن مفهوم الموضوع ده. هقول لك على حاجه يا نسرين، انا قابلتها في اسوان، البنات بتعمل، انت خدتي بالك من الانطباع اللي انا عملت عيني عشان معنا راجل بجد؟ معانا استاذ محمود من الدقهليه. والو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. الو الو، مع حضرتك يا فندم. معاك محمود بشير من المنصور. اهلا وسهلا، اتفضل عايز يا فندم. اسال الاستاذه اسماء بعد اذن حضرتك، عندي بنتي في ثالثه اعدادي وشها في حبوب، وجبنا له حاجات كتير وما ارتحتش.
تمام. استاذه اسماء هترد عليك، بنته عندها حبوب وادوها علاج كتير وما ارتحتش. طيب تمام، هو انا مش دكتور علشان اجاوب على موضوع الحبوب، بس لو البنت بتاكل حلويات كتير او تشوكلت او حاجات زي كده يمنعوها عنها خالص، لان سنها صغير حتى على المراهقه، فاهماني؟ مش ده وقت الحبوب، كمان في ثالثه اعدادي ده صغيره، ثالثه اعدادي صغيره بالظبط، فخلوها توقف حاجات حلوه وتشوكلت وحاجات زي كده والشيبسيات والحاجات دي، وترجع طبعا لدكتور طبعا. اهم حاجه دكتور جلديه. نرجع للسؤال اللي كنا بنساله، السؤال بتاع البنت السمراء. لا مش البنت السمراء، ايه ما احنا قلنا البنت السمراء مفيش حاجه هتبيضها، مفيش الخلطات. نرجع للسؤال اللي كنت بساله، ازاي تحطي البنات اللي هم حابينك انت شخصيا واخدين القدوه خطوات ممكن يمشوا عليها، حتى لو اسم ما بقاش كبير بس يبقوا على الاقل ناجحين. بالظبط كده، هقول لك على حاجه. اول حاجه خالص خالص تعملها ان هي تكون واثقه في نفسها. تمام. طول ما انت مش واثقه في نفسك انت مش هتنجحي نهائي. انا قاعده ففلانه اللي جنبي قالت لي لا الميك اب بتاعك مش حلو، فده ده بيكئب، ده بيضايق، بيجيب اكتئاب. بالظبط. طب انا لو سمعت لها هقعد، صح ولا لا؟ صح. ما تسمعوش للناس، يعني انت في اول بدايتك معروف ان انت اكيد وانت بتشتغلي بتحطي ايلاينر غلط، بتحطي روج غلط، مش عارفه تحطي الميك اب، بس انت بتحبي ده، ما انت قدامها تبقي احسن. فما تسمعيش التعليق ده. في بنت في الكورس يوم العملي تيجي تطبق الميك اب ما يعجبهاش تعيط، بتعيطي ليه؟ انا شفت كده برضو. بالظبط، بتعيطي ليه؟ ما انت هو انت يعني هتاخدي الكورس هتبقي زيي بالظبط في نفس المستوى، ولا هتتعبي كتير لحد ما توصلي لنفس المستوى؟ احنا بس حطينا رجلك على اول السلم، عرفناكي يعني ايه خطوات، يعني ايه تشتغلي ازاي، تشتري ايه، تجيبي ايه، بيتحط ده فين وفين وفين، حطينا رجلك على السلم. تمام. الموهبه بقى اللي نابعه من جواكي لو انت ما اشتغلتيش عليها انت مع نفسك وسمعتي الكلام الناس، دي اول حاجه بتخلي الانسان يفشل. هتموت بالظبط في اي في اي مجال على فكره. تمام. مش بس في الميك اب، دي اول حاجه، الثقه في النفس. تمام. تاني حاجه اني اكون ملمه بالمنتجات على قد ما اقدر، اعرف يعني ايه برودكت، حتى لو مش كلها، حتى لو الاساسيات مش كلها اللي فيها، بس حتى لو خدت عنها فكره وهي مش عندي اصلا. تمام. تمام. تالت حاجه خالص واللي هي الاهم في الموضوع، ان مش بكتر المكياج، مش بكتر الفرش. طبعا هم عشان بيشوفوني وبيشوفوا، فكل الناس عايزه تشوف، فاكرين ان الكتير ده هو الحلو يعني. قبل ما نكمل هخطفك على المنيا، ومعانا منال. والو. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ممكن اسال مدام اسماء في سؤال؟ معاكي مدام اسماء، اتفضلي يا فندم. لو سمحتي، مساء الخير الاول. مساء النور. الو. ايوه حبيبتي، مساء النور، معاكي. ممكن لو سمحتي اسالك عن البشره الجافه، بشرتي جافه ومع الولاده وكده والحمل حصل فيها جلف ومشاكل كده يعني. بالظبط. فممكن اعرف حاجه تطلعه؟ اوكي، هو انا عندي خلفيه عن الكلف ان هو ليكي، وتفضلي اسمعي استاذ بيروح لوحده بعد فتره لو هو بسبب حمل او ولاده. ده لوحده بيرجع تاني. موضوع الجفاف بقى اللي يعني خلى بشرتك كده، اشربي ميه كتير وما تحطيش اي كريمات خالص، دي الصدمه بقى. حطي بس الجريسلين، عارفين الجريسلين؟ الجريسلين اللي بيبقى في الصيدليه العادي. ده حطيه هو بس على بشرتك قبل ما تنامي، وهيحسن لك بشرتك كتير. تمام. نرجع نكمل كلامنا زي ما كنا بنقول للبنات، ولازم تبقى الثقه في اللي هم. بصي انا قاعده وسامعه طين طين التليفونات، ومعانا ريحان من القاهره. والو. اتفضلي. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، فضلك ممكن اكلم الاستاذه اسماء؟ اتفضلي، معاكي استاذه اسماء. ازيك يا استاذه اسماء؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، منوره الدنيا كلها. ربنا يحفظك يا ريحان، بجد انا متابعاكي وبستفيد منك كتير كتير قوي قوي. هو انا لسه في بدايه الطريق يعني، ادعي لي بس كده بالتوفيق ان شاء الله. نفسي ابقى ربعك، مش هقول لك يعني او واحد في المليون منك، تبقي احسن مني يا رب يا رب. بجد انت حاجه محترمه جدا، ربنا يا رب يبارك لك ويسعدك، ودايما من نجاح لنجاح وبالتوفيق يا رب، ومنوره دايما. انا وياك يا حبيبتي، تسلمي يا رب. ربنا يخليكي، بس كنت محتاجه اتواصل مع حضرتك خالص. حاضر، سيبي رقمك لو ينفع. رقم حضرتك؟ هم هيدوكي رقم تكلميني من خلاله. استاذه ريحان بتتواصلي مع الكنترول وهيدوكي رقم استاذه اسماء.
يعني ادي مثلا لسه كنا بنتكلم وبنقول البنات اللي بتحبك انت بالذات وحابين ان هم يسلكوا نفس المنهج بتاعك واتصلت متصله بتقول دول الناس اللي انا بتكلم عليهم اللي هم حابين، هي بتقول لك انا حتى ربعك، دول الناس اللي حابين اسماء عادل. اسماء تقول لهم ايه الخطوات اللي احنا يمشوا عليها عشان يبقوا حتى ربعك يا اسماء؟ زي ما قلت لك، هي الثقه بالنفس، تاني حاجه اني اكون ملمه بكل حاجه حواليا على قد ما اقدر. على فكره انا في بنات بياخدوا عندي كورسات ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، وانا في لغتي الاجنبيه، انا ضعيفه في اللغه الاجنبيه جدا على فكره. انا بطلع اضحك مع البنات واقرا لهم البراندات، مش بقرا الاسم صح 100% واقعد اقول لهم طب هنقول السبيلنج، طب مش عارف ايه، لان طبعا اسامي البراندات دي بتكون مش حاجه مدروسه، دي اسم بيكون هم اللي اخترعوه او كتبوه. فانا النقطة دي أنا بتحركش منها أبدا أبدا. في بنت بقى تبقى مكسوفة إن هي مش عارفة تقول اسم الماركة، أو مش عارفة تقول برايمر أي شادو اصل كونسيلر، احنا كلنا ما بالظبط ما اتولدناش يعني عارفين الكلام لساننا ده. معوج. مفيش يا جماعة الكلام ده، المظاهر خداعة. مش عشان هتكلم بالانجلش هبقى بنت ناس خلاص يعني، لا لا لا، اشتغلي يا ماما، ده شغلك، ده الحاجة اللي بتحبيها، انجحي فيها بأي طريقة بأي طريقة، صح ولا لا؟ اكتبي الاسم بالظبط. على جوجل وخليه ينطق لك هو الاسم والنطق واعرفي ده ايه. ففي بنات بتتحرج من النقطة دي برضو يعني، سنين بترجعهم لورا شوية. فأنا بقول للبنات أسماء في اتصالات معايا حدش كتير في الكنترول وهيبقى معانا 5 دقايق، تحبي تاخدي اتصالات ولا نكمل كلام؟ اللي انت شايفاه انت شايفة ايه؟ انت طب ناخد اتصال اتصال ونكمل الباقي. اتصال اوكي. طيب ممكن ناخد كنترول الاتصال اللي معانا ده؟ ألو. أيوة ألو، معانا سلوى، اتفضلي. ألو. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام. ازيك يا دكتورة أسماء؟ أهلا يا حبيبتي دكتورة منشي. عاملة ايه؟ الحمد لله. بقول لك انا عندي بشرتي كل فيها مسام واسع كده وسمره، تمام، وعايزه يعني انتي حاجه اصلا في سمره البشره ولا وتغيرها اسمريتي؟ شويه. انتي اصلا ايه؟ سمره ولا اسمريتي؟ لا محاويه. انتي قمحاويه يعني مش سمره اصلا. ماشي. فعايزه المسام ده يتهد وفي حبوب خفيفه يعني وكده. اوكي ماشي، ده عادي، ده اقدر اجاوب عليه. اسمعينا هترد عليكي يا استاذه اسماء. اوكي، هي بس محتاجه تستخدم منتجات معينه عشان تحطها على وشها. طبعا في زيت شجره الشاي ده زيت معين، ده اصلا بيقلل الحبوب لكل البنات. ليه ما قلتوش للبنت اللي في ثالثه اعدادي؟ عشان هي صغيره على الزيت ده، الزيت ده بينشف قوي لما بيستخدم، فما قلتهولهاش عشان نبقى عارفين. فزيت شجره الشاي تقدري تستخدميه على الحبايه بس، هينشفها خالص وهيقلل. بالنسبه للمسامات استخدمي، هقول لك هو منتج فانا مش عارفه اقول اسمه، بس استخدمي دايما التونر او اللي هو القابض للمسام. روحي الصيدليه اسالي عن قابض للمسام، هيجيب معاكي نتيجه، او مشي تلجايه، ده ابسط الامور، على بشرتك كل يوم بس دقيقه واحده هتقلل لك من حجم المسام ان شاء الله. وشوفي لو انت عيانه من حاجه، التعب الارهاق بتاع الجسم، او لو في عيا معين، او لو بيظهر على بنام البشرة. كتير ده بيفتح المسام جدا يا نسرين، جدا. انا في ايام انا بكون عيانه فيها اقوم الاقي المسام واسعه، ده اكتشفت انا من بشرتي. وايام تانية ببقى قايمه صحتي كويسه ومفيش حاجه، بلاقي المسام مكبوده وشكلها مكبودة. صحي، فده برضه بيجي من التعب الداخلي. اسماء طبعا انتي اسمك ما شاء الله رنان، ودلوقتي كمان اسمك بقى بيتردد كتير وبقى في الصدارة عندنا في مصر، وكمان الوطن العربي والعالم العربي عارف دلوقتي ان احنا عندنا حد في مصر اسمه اسماء عادل. انا دخلت مسابقة كبيرة كان اسمها دانة الميك اب. انا كنت متابعة المسابقة دي. كنت متابعة المسابقة. عايزة كلمة الشكر اللي عايزة توجهها اسماء عادل للاشخاص اللي موجودين في حياتها، عايزة توجهيها لمين؟ رقم واحد جوزي، يعني جوزي ده انا لو استاذ اقعد محمد ده اشكر النواره من هنا بتاعتنا للصبح، يعني هو اكتر انسان مستحملني في الدنيا، شايلني وشايل همي وبيساعدني في كل حاجه بصراحه يا نسرين. كل حاجه بشتغل فيها محمد كان ليه الاساس. انا عارفه ان استاذ محمد معاكي على طول، ده اللي هو بيقوله وبيبقى ورا الكاميرات يعني. بصراحه ربنا يخليه لي ويبارك لي فيه، ودعاء امي وابويا عندي بالدنيا، ربنا يخليهم لك يا رب. اللهم امين. طيب كلمة بقى أخيرة عايزة توجهيها لكل البنات حبايبك، وقبل ما توجهي كلمة عايزين كده سر من أسرار مهنتك حصري لبرنامج ليه لأ في قناة الصحة والجمال. تمام. طيب أول حاجة نقول السر. قولي. الميك اب لما تحطي كتير على وشك يسيح أسرع. والله يمشي من على الوش أسرع، كل ما تقللي كمية كريم الأساس
يعني احنا مثلا بنحط كريم الاساس على بشرتنا وبعدين نستخدم عليه البلندر وبعدين الفرشه، فهماني؟ بنقعد نشيل الكميه، كل ما تقللي الكميه كل ما هيقعد معاكي يا بنتي، مش بالكتر والله. هم البنات بيفتكروا انهم لما يحطوا طبقات كتير تثبت فتره اطول، بالعكس دي بتتكسر وبتقع من على الوش. تخيلي لسه في بنت امبارح الساعه 4 الفجر سالاني السؤال ده وقالت لي مدام نسرين حتى بتقولي ان في كسر عند الخطوط، الخطوط ازاي؟ فقلت لها قللي الفاونديشن، ما تجيش ما تجيش الكميه، ما تكتريش الكميه خصوصا عند الجزئيه دي. وفي نفس الوقت عايزه اقول لك ان احسن خبير تجميل في العالم لو جات له بنت بشرتها سيئه مش هيطلع لها المكياج حلو. بالظبط، دي اهم حاجه لازم الناس يعرفوها، الميك اب عباره عن برودكت بيتحط على البشره، مش هيحول، مش سحر، مش عصايه سحريه. هو عباره عن منتج انا بداري بيه العيوب او بعمل بيه حاجه اسمها كاموفلاج، يعني بعمل بيه خدعه بصريه للي قدامي، فاللي قدامي بس بيتخدع ان انا شكلي مهندم، لكن الحقيقه هي بشرتك هي الحاجه الحقيقيه. اسماء الحلقه دي كانت جميله جدا وممتعه جدا، وانا استنيتك 5 شهور تشوفي صرفة علشان تطلعي معانا حلقة تانية، وهنيجي حلقات انا مش ملاحقة عليها أنا في الكنترول. بصي وعد مني الحلقات اللي جاية كمان هيكون فيها نصايح بقى، مش هنتكلم عني بالزبط. كلها كل البنات بإذن الله. مفاجأة اهو قالتها هي حتى من غير ما اسأل بتقول الحلقات اللي جاية، يعني اسماء ان شاء الله هتشوفوها معانا في حلقات قادمة. ميرسي ليكي يا اسماء ونورتيني، وانا اكتر واحدة فكرة مبسوطة بالحلقة دي، وفعلا اتمنى ان انت تبقي موجودة معانا بصفة مستمرة هنا في البرنامج إن شاء الله. وشرفتينا، وكنت عايزة احط لك ورد بقى وحاجة كده كتير حبيبة قلبي. اعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا وجبت لكم الحبوبة بتاعتكم. لكل الناس بتقولي عايزين اسماء عايزين اسماء، ادينا جبنا اسماء، وان شاء الله انتظروني في حلقات قادمه وتبقى معانا اسماء عادل. ويسعد مساكم والى اللقاء.